ده سؤال، هل حزنت لما تعلم ان اسرة المايسترو صالح سليم تعلن انها مع المهندس محمود طاهر، بمعنى ان الفنان هشام سليم هاجمك وانتقدك، خالد سليم كان موجودا في ندوة المهندس محمود طاهر، بتغضب من ده او تحزن؟ بالعكس، ده كل انسان له وجهة نظره اللي هو مقتنع بيها وربنا يوفق يعني. لكن انا بتكلم، انا برضو كانت النادو بتاعتنا ولاد مختار التتش رحمه الله عليه، فما خلاص وجهات نظر، ما حدش يعني ما حدش ايه، ولا بحزن ولا 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 حتى الموضوع بسيط، انت وجهه نظرك انت حر فيها. بس ما تاخدهاش انه اسره المايسترو بهذا الشكل يعني، وكانها تقول ان المهندس محمود طاهر هو الاكثر تعبيرا عن قيم ومبادئ صالح سليم؟ لا، قيم ومبادئ الاهلي مش صالح سليم، كابتن صالح سليم على العين والراس، لكن قيم ومبادئ النادي الاهلي اللي حكيتها لك من اول يوم. هو صالح الله يرحمه، كابتن صالح الله يرحمه كان تلميذ فيها. الناس كلها تتكلم على كابتن صالح، حكيها لي انا انه ازاي اتعلم من تيتش رحمه الله، كابتن تيتش الله يرحمه، ازاي اتعلم منه قيمه ومبدأ وطريقه كلام وطريقه توجيه ككابتن بتاعه. فاحنا بنتعلم من بعض، وانا اتعلمت من صالح وتعلمت من حسن حمدي، بنتعلم من بعض. فهنا ما فيش مين اللي يقول المبادئ والقيم دي مبادئ وقيم الاهلي وليس الاشخاص. الاشخاص كلنا بنساهم في ده، كلنا بنكمل ده، لكن الاهلي مبدا، الاهلي مبدا وقيمه وتاريخ، كل الناس بتزود هذا بقى المبدا. بيجي واحد كابتن زي الله يرحمه مختار التتش يجي يحط اسس يتعلم منها كابتن صالح، يجي يبتكر ويحط اسس ثانيه يتعلم منها حسن، يبتكر ويحط اسس ثانيه يتعلم منها محمود خطيب، يبتكر ويعمل ده. هو ده الموقف. هو النهارده كابتن صالح سليم النهارده، عشان بقى نتكلم، بس اسمح لي معلش انا بس ما بتكلمش على، لكن هقول لك برضه مواقف. النهارده اول ما انا اعلنت ان انا عايز ادخل الانتخابات لقيت هجوم شديد جدا، انا مش عارف، انا ما اتعودتش عليه ومش عارفه ليه، انا مش فاهمه ليه الهجوم ده بقى. مره مع الاعضاء العاملين، مع الاعضاء طبعا، مره مع العاملين اللي هم الموظفين البسطاء في افراد الامن، المدربين، اللاعبين، مين اللي دخل دول في الانتخابات؟ المدربين واللاعبين والاعضاء العاملين وافراد الامن والموظفين والعمال، كل دول اشتركوا في الانتخابات، بقوا موجودين في الانتخابات، بيتكلموا انتخابات. هو ده مبدا النادي الاهلي؟ اعلم اقول لك انا مبدا النادي الاهلي ايه بقى؟ بواقع وتاريخ حاصل. 2009 حديث، تاريخ حديث جدا، دخلنا مجلس اداره مرشحين نفسينا، قعدنا في الجنينه في النادي، وفي تجمع، في ناس كتير وقفت حوالينا، حوالي بتاع 300 400 واحد، عشان اوصل لك بس هتحاول تفهم ده الامر ده، اللي هي المبادئ ما تتجزأش، المبادئ تفضل ماشي عليها مش تتجزأ حسب الاهواء وحسب المواعيد وحسب مواقيت مختلفه. اللي بيتعلم مبدا يفضل ثابت بيه لغايه اخر يوم. لسه بتسالني عن موضوع جوهر، قلت لك لازم الم المعلومات كامله، الم المعلومات كامله، والنادي الاهلي بيعرف ازاي يتعامل مع اي موقف غلط. بس ما تستلمش حد، ما تاخدش موقف متسرع. فهنا وقف التجمع ده، فحسن كابتن حسن قال لي محمود ممكن تقدم انت القايمه عشان انا صوته مش هيجيب للناس دي كلها. فوقفت، قلت له تتكلم يا استاذ وائل، قلت له النظر كده ماشي على الناس. بعد دقيقه واحده عملت للناس كده، انا هخرج بره الموضوع يا جماعه. لقيت موظفه في النادي واقفه جوه التجمع الانتخاب ده، تجمع انتخابي واقفه، بس مديره اداره الخدمات في النادي الاهلي. فانا رحت عامل كده قلت لها حضرتك انت يعني موظفه في النادي وده تجمع انتخابي، والمبدا عندنا في النادي الاهلي اللي احنا اتعلمناه مفيش موظف او عامل او فرد امن يحضر اي تجمع انتخابي، فمن فضلك ده مش مكانك، لو سمحت اتفضلي. مشيتها في وسط الناس، اتأثرت، جت بعد الندوة، كابتن انت 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 يعني بمعناه كنت عنيف معايا. لا مش عنيف، يعني احرجتني. احرجتني قلت لها بصي انا اسمها مدام اسراء، قلت لها مدام اسراء انا بحافظ على مبدأ النادي الاهلي وفي نفس الوقت بحافظ عليكي، فدي احنا ما جيناش، ليه اللي يجي ياخد منك موقف؟
ليه ياخد منك موقف؟ اه مع انها جايه لصالحك يعني لصالحك. بس ده مبدا، ما هو مش عشان حاجه صالحك تسيبها وتعملها. يا اخي فكر في النادي وفكر في مبادئ النادي وفكر النادي يتلم مش النادي يتقسم. هو ده اللي انا بفكر فيه يا استاذ وائل، ما ينفعش. فانا النهارده قلت لها كده، الست دي انا بشكرها جدا جدا. ليه بقى؟ عملت حاجه تانية مهمه جدا. الست دي ابنها عضو مجلس اداره حالي، هو ابنها عضو مجلس اداره حالي استاذ محمد جمال هليل. اه ده ابنها. لما نجح في الانتخابات هي عملت ايه؟ استقالت. لان ما ينفعش عضو مجلس اداره كويس ويبقى عنده اقارب من الدرجه الاولى بيشتغلوا. فاستقالت مشيت. يعني شوف هي طبقت مبادئ النادي الاهلي التي ربما تعلمتها اكثر من هذا الموقف بالظبط يعني. فانا هنا بشكرها جدا كويس، بقول لك ادي الموقف. النهارده بقى صديق لي انا داخل النادي ومعاه مراته وبنته، خدوا بناتي يعني وحفيدته كده، ف يعني حد من اللي بيعاملين يعني مش عايزني يعني. كابتن خطيب لو جه مش عارف ينشفها علينا الكلام. بقول لك كتر الاشاعات اللي طلعت، انا كنت خايف الاخر يطلعوا اشاعه ان انا ما كنتش بعرف العب كوره. يا احتمال ما كنتش بعرف العب كوره كده. بس ايه نشفها علينا دي؟ طيب ما انا هقول لك بقى من عشان كده. فالراجل مراته وبنته مشيت معاه حفيدها ولا ابنها في ايدها، فمشي وراه وقالوا نفس الكلام. فعايز قال لي انا كنت عايز اخلص منه، قلت له بص البنت اللي هناك دي بنت كابتن خطيب، هي مش بنتي. هو قال له كده عشان يسكت. فمشي الراجل. ربع ساعه راح على الترابيزه قال لها يا فندم انا اسف جدا بس احنا قلنا نقول كده. يعني مين اللي قال؟ مين اللي حط الافكار المسمومه دي؟ مين عمل كده؟ مين عمل كده؟ وليه؟ ليه نقسم الناس؟ وليه ندوس على منطقه حساسه؟ ما انا بقول لك انا مشيت مدام اسراء كويس؟ والنهارده ندوس على مناطق حساسه عند الناس، اكل عيشهم علشان منصب ليه؟ انا متاكد مش المجلس الحالي، مش انا بقول لك انا متاكد، لكن ممكن الناس اللي حواليهم اللي عايزين يحسسوهم ان هم بيخدموهم. لكن هنا النهارده قناه الاهلي هتطلع تهاجمنا؟ انا وقفت التعامل مع قناه الاهلي مع القائمه كلها، ما حدش يروح. وده شيء ما احزنني جدا، احزنني جدا. بس ده اهم حاجه، ده اهم حاجه في حياتنا، احزنني جدا. لكن شعار النادي الاهلي ده اهم حاجه، يجب تتوحد. توفيق الله الاهلي غير حياتك، الاهلي غير حياتنا في كل في اسلوكي وشخصيتي واولادي واخواني كلنا. فالنهارده لازم ده نحترمه. مين الناس اللي بتعمل كده النهارده قناه الاهلي؟ ما نطلع نقول قرار كده، محدش دخل الانتخابات، قرار واضح. طب قبل ما اتكلم عن قناه النادي الاهلي بس اللي هو الموقف ده عشان بس نبقى بن يعني انت شايف ان اقحام الموظفين والعمال، لان الحقيقه انا سمعت ده من احد الموظفين اللي هو يقول مثلا، حضرتك سمعته كمان؟ انه والله ده المهندس محمود، هو كنت قلت لهم لا 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 انا بقوله على الهوا ولا لا. اللي هو ده المهندس محمود طاهر والله ده ما كانش سايبنا، وكان حتى في اوقات الازمه بيعملوا لنا مرتبات وشايفيننا. كابتن الخطيب ما بنشوفوش خالص، بقاله 4 سنين ما شفناهوش، وهو مش يعني ينشفها علينا دي. قول لي شويه اتهامات ثانيه عشان ارد عليك. فخلينا في الجزء الاول، ما يجوز ان العمال والموظفين يشعرون بارتباط مع رئيس نادي كان بيحقق مطالبهم المعيشيه والاجتماعيه، ويقولوا في الجانب الاخر ما احنا ما بنشوفش الكابتن محمود الخطيب. ده طبيعي وحقهم على اي رئيس نادي. لكن عايزين نرجع بالذاكره كويس، اقول لك برضو لاخر مجلس اداره لينا عشان بس الناس تبقى فاهمه يعني. اولا عشان قبل ما نشرح اتكلم على الكلام ده، لما وصل عملت انا ايه؟ حطيته بند في البرنامج واضح وصريح والناس تحاسبنا عليه. ان جميع العاملين بدون تفرقه بقى، مدرب اداري موظف، جميع العاملين في النادي الاهلي جميع مستحقاتهم الماليه محفوظه زي ما هي، بس كمان ايه؟ مع زيادتها، لانه بيعمل في النادي الاهلي ولازم النادي الاهلي العامل فيه والمدير فيه يبقوا افضل من اي نادي في مصر، ده رايي.
فانا كتبتها عشان الناس تسكت عشان الناس تهدى.